للحديث عن الصراع المستمر بين شركاء العملية السياسية على حصصهم في حكومة الكاظم القادمة، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي. دكتور قحطان، بداية أهلا بك. يعني رغم التوافق الظاهري بين شركاء العملية السياسية حيال تشكيلة حكومة الكاظم الجديدة، إلا أنه في الحقيقة هناك كما تعلم انقسام كبير. السؤال، إلى متى سيستمر هذا الانقسام أو المساومات بين هؤلاء الشركاء في العملية السياسية؟ دكتور كاظم، دكتور قحطان، هل تسمعني؟ قطع العفو، صوت قطع. نعم دكتور قحطان، هل أعيد عليك سؤالي؟ نعم، عيد السؤال. نعم، رغم التوافق الظاهري بين شركاء العملية السياسية حيال تشكيل مصطفى الكاظمي حكومته، إلا أن هناك كما تعلم انقسام بين هذه الكتل السياسية المختلفة. السؤال، إلى متى سيستمر هذا الانقسام وهذه المساومات بين شركاء العملية السياسية؟ حياك الله أولا، ورمضان كريم عليك وعلى العراق وعلى المسلمين أجمعين، وحفظ الله العالم أجمع من المرض ومن المصائب. بحقيقة الأمر ليس غريبا على أي متابع حقيقة الخلافات البينية بين مكونات العملية السياسية بشكل عام، أو ما يسمى هذا بالبيت الشيعي، مع احترامي وجل احترامي وأسفي لهذا المسمى. يعني هذه الحقيقة أخي العزيز تدل على أن هذه المجامع متقاطعة انطلاقا من مصالحها الشخصية ومصالحها الضيقة العقائدية، وصولا إلى طبيعة انتمائها وارتباطاتها الإقليمية. وبالتالي هذه الثلاثية في الانقسامات لم ولن تجعل فرصة لتوافق آرائها، سيما وأن المصالح الآن تعقدت أكثر بين القوى المتنفذة والمؤثرة خارجيا بالشان العراقي. وبالتالي نحن متوقعين من أول لحظة من كلف الكاظمي سيصطدم بهذه التقاطعات ولن توصل إلى شيء. طيب، إلى أي مدى يعتقد بأن الكاظمي قادر على إرضاء شركائه في العملية السياسية، ما أنه سيلجأ إلى تقديم منح ترضوية بأي شكل في سبيل تمرير حكومته ونيل ثقتها في البرلمان؟ الحقيقة أنا كمتابع أنا لا أرى أو لا أبحث عن التوافقات داخل هذه المجموعة. أنا لا أبحث عن توافقات بين الكتل الشيعية، البيت الشيعي وال ما يسمى الكاظمي سعيا على ولكن على التوافقات الحقيقية بين نقطة أساسيتين، هو طبيعة الخلاف القائم بين أمريكا وإيران في المنطقة، وبالتالي لا مجال للتوافق بينهما. واحد. اثنين، الشارع العراقي والشباب العراقي والثوار الذين يرفضون أي شخصية من هذه المجاميع الفاسدة، وبالتالي لن يصلوا لهذه الأسباب. أما إلى حجم الخلافات البينية للمصالح الشخصية، صح موجودة وقوية وكذا، ولكن هناك مصلحة قد تجمعهم اضطرارا، وهي خوف على مناصبهم وعلى استقرار مكانهم. وبالتالي هذا قد، لكن الخلافات القوية الأساسية هي الدولية في العراق وحراك الشارع العراقي الثوري. نعم. طب دكتور، يعني صحيفة أتلانتيك كونسل نشرت تقريرا قالت فيه إن حكومة مصطفى الكاظمي المرتقبة قد لا تكون تمتلك الشجاعة الكافية من أجل محاسبة قتلة المتظاهرين. السؤال هنا، كيف سيواجه الكاظمي الرأي العام العراقي وذوي الشهداء الذين وعدهم بالقصاص ممن قتل أبناءهم؟ كيف سيواجههم إن لم يفعل ذلك؟ هو بالتأكيد الكاظمي ولا سواه قادر على أن يسائل أبسط شخص من المعتدين على ساحة التحرير والساحات الأخرى في العراق. هذا مسلم به، والذي يتوهم أن بمقدور الكاظمي أن يحاسب أحد فهو 100%. ولكن السبب الأساسي الذي يصدم به هو قبل هذه المجاميع، هو إرضاء الفاسدين في العملية السياسية. اثنين، إرضاء الشارع غاية لا تدرك بواقع العملية السياسية الخاطئة الفاشلة. وبالتالي هذا طالما تمسك بالعملية السياسية وآلياتها وجماعتها وشخصها لن يصل إلى حالة من الإيجابية تجاه أي مطلب جماهيري، وبالتالي ستكون كما قلت لك الجماهير هي له بالمرصاد منذ أن رشح أولا، والأيام القادمة ستشهد
تصعيدا كبيرا ضد هذه المجاميع، وقد تكون بإذن الله حاسمة إن شاء الله. التسريبات فيما يتعلق بشركاء العملية السياسية تقول إن شكل الحكومة، حكومة مصطفى الكاظمي، ستكون قائمة على مبدأ المحاصصة. السؤال هنا، كيف تتوقع أن يكون شكل الموجة القادمة من ثورة تشرين كرد فعل على حكومة قائمة على المحاصصة والطائفية؟ هي بالتأكيد المحاصصة، ولذلك على ذلك الآن المشاورات داخل ما يسمى السبعة المسبعة الخاصة بمذهب محدد معين، والأكراد يدعون وينادون بمصالحهم وحقوقهم، والجهة الأخرى على أسف لمسميات هذه بين قوسين ومئة قوس وليس قوسين، السنة يدعون ما يدعون إلى المطالب الشخصية، إذن هي بالتأكيد طائفية. ذلك نحن نقول وأكدنا، والشارع قال قبل كل شيء، أن العملية السياسية هي مصدر الخلل والخطأ، وبالتالي سيبقى يجول في الحلقة الفارغة التي لا تنتج شيئا إيجابيا، وبالتالي سيكون الشارع في رأينا كما بدأ أول مرة بثورة واضحة أثرت بالمجتمع الدولي والداخلي. ستكون هناك موجة لثورة أكبر لسبب أساسيين: أولا مصداقية رؤية الثورة والطريق للخلاص لها، الشيء الآخر هو أن العملية السياسية والرموز السياسية لم يستجيبوا إلى شيء على قد تقدير يمكن يخرجوا ذاتهم للمجتمع الدولي، وبالتالي أتوقع أن الحراك الشعبي، الثورة الشعبية، ستكون ذا بعد أكثر وذا تأثيرا أكثر وإنتاج أكثر بإذن الله. أستاذ العلوم السياسية دكتور قحطان الخفاجي، كنت معنا من بغداد عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.